السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم ايه من قناه دارين تشانل وصفه واكله على اليوتيوب. لو اول مره بتشرفيني بالمشاهده، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنعمل مع بعض النهارده وجبه غدا جميله وسهله وبسيطه، من غير بقى لحوم، تغيير عن المعتاد كل يوم لحمه وفراخ وكده، فقلنا نغير زهقنا يعني. فقلت النهاردة كده أمشي اليوم، فعملت الأكلة دي، أكلة شعبي كده اقتصادية. كلنا طبعا بنحب الأكلات الشعبية، شايفين الجمال والحلاوة، تحفة. كمان عملت جنبها الطبق اللي جنب الصينية بتاعتي دي، هقول لكم برضو عملناه ازاي، بس عايزاكم تابعينه لاخر الفيديو وتعملوا لايكات كتير قوي للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. شايفين الجمال، تحفة. وكمان حمرت كده جنبها بطاطس، وحطيت كمان كده جنبها جبنة. واليوم مشي، شايفين الجمال. يلا بقى بينا نشوف مقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. دي عبارة معايا بطاطسيتين مقطعهم مكعبات، وبصل وتوم وفلفل، وطماطم مقطعها برضو مكعبات، واللي ورا ديت بطاطس مقطعها صوابع عشان هحمرها. جبت حلة كده ونزلت بالبطاطسيتين انا مقطعها مكعبات صغيرة ما تكونش كبيرة، وحطيت فص حبهان وورقة لوري، بتخلي البطاطس المسلوقة بتديها طعم حلو، ورفعتها على بوتاجاز وحطيت عليها رشة ملح. مش هسويها سوا كامل عشان لسه هدخلها الفرن. في طاسه بقى كده على النار حطيت زيت، ونزلت كمان عليها بمعلقه من السمنه البلدي، وخليتهم كده يسيحوا مع بعض. بعد ما سيحوا كده وسخنوا، نزلت البصله بتاعتي واديتها كده تقليبه. اول ما تغير لونها ريحتها كده تطلع، هنزل بقى عليها فص الثوم وهقلبهم كده مع بعض. اول بقى كده ما اشم ريحه الثوم مع البصل، هنزل بنص مكعب من مرقه الخضروات، ما تكتريش عشان ما تبقاش حادقه منك، هو نص مكعب واحد بس. طبعا المقادير ديت على بطاطسيتين بس، انت ممكن تزودي الكميه زي ما انت عايزه. حطيت كمان كده نص معلقه من الفلفل الاسمر، بحب كده اشوحها مع البصل ومرقه الخضروات، النكهه بتاعتها بتبان اكتر. قلبتهم بقى كده مع بعض لحد ما ادوني اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بعد كده بالفلفل الرومي مقطعه القطع صغيره، فلفل بقى متقطع كده صغيرة، هقلبهم بقى كده مع بعض. وبعدين هنزل بالبطاطس بتاعتي اللي انا سلقتها نص سلقة، ما سويتهاش سوا كامل، هديها بس كده تقليبة معاها ان هي تاخد من طعم البصل والفلفل والثوم. هنزل بقى كده بالطماطم بتاعتي، هي كان حباية واحدة مقطعاها قطع صغيرة، هحط بقى كده كمون، كتري الكمون في الوصفة دي، الكمون بيخليها جميلة قوي، مش هحط اي توابل تاني. هقلب بقى كده كله مع بعض، قلبت بقى كده. جبت بقى الصينية اللي انت هتحطي فيها ودهنيها بالزيت، منسيش تحطي الملح، انا نسيت اقول لكم حطوا كده رشة ملح طبعا عشان حاطين مكعب من المرق عشان ما تحدقش. حطيتها بقى كده في الطقم البيركس بتاعي، جبت بقى كده نص كوباية من اللبن وحطيت عليها معلقتين كبار من الدقيق، وهقلبهم كده مع بعض، وكمان معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، وهحط كمان معلقة من الفلفل الأسمر، وهنزل بالبيضتين، هحط عليهم بيضتين وهقلب كويس قوي عشان الدقيق ما يعملش تكتلات مع اللبن، واتاكد ان الدقيق داب مع اللبن. هحط بقى كده الفلفل الاسمر ورشه بسيطه من الملح،
وهقلب بقى كده، وهنزل بالخليط بتاعي دوت على البطاطس اللي انا عملتها، وهدخلها الفرن هتقعد نص ساعة بس، وبعدين هشغل على الشواية من فوق تاخد لون بس كده. يلا بقى بينا نحضر الوصفة التانية. معايا بصلاية حطيتها على البوتاجاز، وحطيت كمان عليها فلفل وقلبتهم مع بعض، ونزلت بفص الثوم ومعلقة صلصة، وقلبت كده كله مع بعض. طبعا البصل استنيته لما دبل شوية، ونزلت بالفلفل والثوم ومعلقة من الصلصة، وحطيت كمان طماطميتين مقطعهم مكعبات صغيرة، خليتهم كده يتقلبوا كده مع بعض، وهسيبهم يتسبكوا وينزلوا المية بتاعتهم. هحط بس كده معلقة من الفلفل الأسمر ورشة من الملح، وهحط كمان معلقة من الشطة، وهسيبها تتسبك. غدا سهل وسريع واقتصادي، تعمليه على طول اهو. خلاص الطبق بتاعي جاهز، سبته لما يتسبك، متشطشط بقى وجميل. وكمان طلعت الصينية اهي بتاعتي من الفرن، هقطعها جميلة جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ هغرفها بقى كده في الطبق واوريكم جمالها. وحمرت كمان بطاطس، شايفين جميلة، اللهم بارك عليها، حاجة كده سكرة. ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع آية في قناة دارين اتشانل، وصفة وأكل على اليوتيوب.